خير يا فهد؟ زين اللي لحقت عليك. البارحة طول الليل ما نمت، أنطر الصبح، وعقب صلاة الفجر غفت عيني شوي. براشد، أبي أكلمك ضروري. أبوي طلع من البيت، قلت يمكن ألاقيه هني. أنا شكرتك بالتليفون، وتستحق إن أنا أشكرك مرة تانية وجها لوجه. حقيقي ما قصرت. أنا كنت فاكر إن إجراءات الفيزا هتاخد أكتر من كده، لكن الحمد لله لولا تدخلك ما كانتش خلصت. عفا عليك يا نسيب، إحنا أهل. المهم شحنة المعدات وصلت وما قدرت أستلمها بنفسي لأن الأوراق عندك. على فكرة يا نسيب، المحامي اتصل فيني يبيني أمر عليه مع هند، وما دام إنك جيت مروا عليه يطركم قبل الساعة 11. إن شاء الله لسه في وقت، أستنى أبو راشد وبعدين أبقى. شنو بعدين؟ طلع الشحنة قبل علشان نسلمها للمقاول. والوالد وين بيروح؟ بينطرق حتى لو ترد عقب المغرب. أنت تعرف غلاتك، لا يمكن يطلع قبل لا يشوفك. شكرا يا راشد إنك وقفت مع هند، بصراحة أثبتت إنك ابن أبو راشد فعلا. وانت عاد يا نسيب بتتم طول الوقت تشكرني. هند اختي وانت اخوي. يلا عاد يا ابو نسب، اشتغل وحلل معاشك. يا رب. يا رب ابتهل يا رب. يا بنيتي، هم وصيني اتصل فيه بقول لين المستشفى. الو براشد، انت سامعني؟ يلا يا فهد بمشي دري وبروح معك. بس ارجوك يا عمي براشد لا تجيب طاري حق احد ان انا كلمتك. هذه حقك يا فهد، وانا اللي كنت مصمم من اول، بس ما ادري شلون انشغلت وراح عن بالي. وارجوك بعد يا عمي براشد، يعني انا ما ابيك تاخذ عني فكره ان انا ما عندي ثقه في زوجتي، بس انت تدري. لا تكمل، هذه حقك يا فهد، والثقه ما لها خص، وما حد يرضى يفرط في حلاله. هاي تعبك وشقاك، ومن حقك انك انت تحاتي، وباذن واحد احد الورقه اليوم بتوصلك. ما تطبخ اي شيء. انا ما بعرفش اكل غير من ايدي، ولو مش عاجبكم اكلي انا هطبخ لنفسي. يا خبر، واحنا بديك الساعه اللي ناكل من طبيخ ام يحيى؟ خلاص يا ستي اطبخي اللي انت عايزه. وبيطمنيني عليها يا هند. بس انت ما تعرفينها يا ام يحيى. ولازم اعرفها علشان اقلق عليها. كفايه انها مرات اخوكي، وكفايه انها هتولد ومش هتلاقي جوزها جنبها. تدرين يا يحيى، الوحده قبل ما تتزوج لازم تعرف ام زوجها. انا لما يا ابوي شاورني قال لي ريال طيب وزين واعرفه، ترددت ايام. لكن صدقيني لو كنت اعرفك ما ترددت ثواني. مالي اسم كل ساعة وقال هذه وانت ساكت.
خلي عنك الهذره من الصبح وطلع لي ثوب عدل وابوي ينطرني بالمستشفى. يلا يلا يلا. وان شاء الله قبل لا تاخذني منو كان يطلع لك ثيابك؟ بعدين انت سالفتك تروح. ايش رايك نلعب كيرم؟ عفوا انت مصرقعه. اقولك مرت اخوي بتربي كلهم هناك. لا تقولي مصرقعه، بتغلط علي بغلط عليك. بعدين بدل لا تروح تفرح في الشيء اللي ما يخصك خليك هني افرح في الشيء اللي يخصك. صج اسمه سويتيها؟ اسمي اسماء. انت شلون عرفتي؟ قول الصج عاد. تسوي روحك ما تدري، اصل انا قالت لك من زمان. ايه بس انا على بالي تقصين علي عشان. اقص عليك على شنو يا ويهك؟ اسماء انت ليش تكلميني كذي؟ انا رجل محترم بل اخر الرجال المحترمين. انت وايد تغيرتي. انا ما تغيرت ولا شيء، انت كل كلمه والثانيه وتقولي روحي بيتها لك. ايه بس ما تروحين. ولا بروح، هذا بيتي وماني طالعه منه لو تنطبق السماء على الارض. انا اضطريت اقول له بسلمهم لامي، وفعلا انا بسلمهم لامي. وليش من الاساس ما سلمتيهم لسيف؟ كم مره اقول لك سيف بيلعب فيهم، انا كنت ناوي اعطيه بس لما يحتاجهم. بس هل تعتقدين ان فهد سمعنا واحنا نتكلم عن السرير؟ اخاف يكون سمع. ليش؟ خايفة تطيحين من عينه؟ ما بياخذ عني فكرة غلط. فكرة غلط ولا فكرة صح؟ كلامك مو عاجبني. عايشة فهد لا تخسرينه، حافظي عليه. ايش اسوي اكثر من كذي؟ هذا انا اي شيء يقوله احاول اني انفذه. ها بشرو مبروك. مبروك يا ابو راشد يا بنت ولد. اول ولد لي بين ولد ولدي، يمكن يكبر ولدي. كنت عايش احسن عيشه، ما كان ينقصني شيء. يا رب يا رب افرجها علي يا رب. سعد قوم يا قوم قوم يا سعد. اقوم وين اروح؟ ما عندي مكان اروح له يا ابني. النوم مش حل. يا دتي تبيني الف الشوارع ولا ادور على ربع معاده وربع؟ قوم اقعد معاي، صعبه دي. طيب ما فيش نوم. وإن شاء الله كل يوم يدتي من يطلعون تتفرغي لي. خلينا نام الله يخليك. يعني عايز تفهمني إني من ساعة ما حصلت المشكلة ما عندكش حاجة تعملها غير النوم؟ تدرين عاد أروح شغل أبوي أحسن. فعلا أحسن. أنا أقدر أتصل بالدريول بس بيتأخر بينا نص ساعة لين يوصل. الحين أنت ما عندك شيء، وصل من الشركة. ودي يا يبا ودي، أنا ودي لكن ما حصل لي. أبو المدام يضطرني وملاقي لي شغلة زينة. حول الله يا سيفول، كمل دراستك طيعني، ما باقي لك إلا سنة. يصير خير يا بني. اتصلت بأخوك؟ ما رضوا يعطوني إياه، بس قلت لهم يبلغون أنه يا ولد وسيم مثلي، بس الزيارة جاية أعمل حساب إني بروح معاك. أنا من جانب ولهت على تركي، ومن الجانب الآخر سياحة. والله انك خلافة. عفوا مش عارف يا سعد، انا لسه واصل. راشد ما بيردش على التليفون، وابو راشد انا بعت له السواق. كويس انك انت جيت عشان تسليني لغايه ما يجوا. ايش دعوه يابا، ما عندك اشغال تشغلك وتسليك؟ يعني بتمر علينا ايام بنكون فاضيين،
زي دلوقتي مثلا. قول لي بقى نويت على ايه؟ من غير سؤال، انت تعرفي بقى ان شاء الله هترجع وتكمل دراستك وترفع راسنا كلنا. تفتكر يا با؟ يعني ايه افتكر؟ لا ما افتكرش، انا واثق باذن الله. واثق اني بكمل دراستي؟ واثق انك لا يمكن هتخذلنا انا وامك واخواتك. حتى وانت في حاله الياس اللي كنت فيها كنت متاكد انك هتخرج منها اقوى مما كنت، اقوى بكتير. يا يبا، انت شايف الوقت مناسب حق السوالف؟ وانا اشوفك عشان اسولف وياك. الدريور صار له ربع ساعه يمطر. انا بقول حق محامي الشركه يكتب الصيغه ويوقعون عليها شهود ويبه لك وقعيها. لا تتعب نفسك، انا ورايلي متفاهمين، ما في فرق بين حلالي وحلاله، وما عندي استعداد اوقع شيء. لولا انك اصريتي يا يدتي اني اقوم كان ما رجعت به نفسيه. كلام ويها الزني يا يدتي، كأني أسمع لأول مرة. يعني حتسيب دراستك وتشتغل مع أبوك في الشركة؟ لا يا يدتي، أنا قلت له علمني. حلو الواحد من يتعلم أشياء جديدة في حياته، بس أني أترك دراستي مستحيل. أنا سمعت أنهم فتحوا كلية طب هنا. صدقين سبقتيني؟ إيش درج؟ طول الطريق وأنا أفكر في هالشيء. إيش حق الواحد يترك هلأ ويتغرب ويروح بعيد؟ يدتي انا قررت اني ادرس واشتغل وسط الناس اللي احبهم ويحبوني. ربنا يوفقك يا ابني ويعلي مرتبك. انت ليه بس اللي يريحك؟ التعويض لو كسبت القضيه صحيح بيقرهم، لكن ما يرد لاعتباري ولا يغير الصوره اللي رسمت في ذهن الناس عني يا يحيى. الناس اللي عارفينك عارفين نزاهتك، مش مستنين حكم المحكمة عشان يعرفوك. الناس اللي تتكلم عنهم ما ينعدون على أصابع اليد. ما أدري شلون أشرح لك، لكن صعب إنك تحس إنك متهم بدون ذنب وإن الكل يتكلم عنك بسوء. حاسس بيك يا هند، وربنا سبحانه وتعالى فوق الكل. يلا أنت روحي على البيت وأنا حفوت على أبوكي في الشركة، هو مستنيني هناك. ليش يا بنيتي ما خليتي الخدامة تنظف البيت؟ يا سلام، تطلعين من البيت وتاخذين خدامتك معك وتبين خدامتي انا هي اللي تنظف؟ خدامتك؟ انا خبرها خدامة البيت يما. لا حبيبتي، انا جاي لحق سيف، سراج تخدمني انا وبس. سيف مو هو اللي يابها ولا هو يدفع معاشه. يقولون عليك طيبه، وين طيبه وانتي 3 سنين؟ وانت خليتي فيها طيبة يا بنت الناس، تمنعين الشغالة انها تشتغل في البيت؟ ايش هالصنع يا بنيتي؟ سيف، سيف لا تعورين بلعومك، سيف مو هني، راح عند ابوي عشان يشغله. اهلي طلعوا احسن من اهله، بدل حتى لو كان هني سيف ما يتدخل في سوالف حريم. بدل انت قاعدة 3 سنيني، روحي شوفي لك اي مكتب خدم يبي لك خدامة. ولا اتصل فيه ما يرد، ما قال لك وين راح؟ لا الحقيقة أنا طلعت كذا مشوار ورجعت وما شفتوش. على العموم نأجل الموضوع ده لبكرة لو حبيت. مبروك على الحفيد الجديد.
بارك لي لما رد ابوها يا يحيى. الله كريم يا ابو راشد. قول لي يا ابو راشد، ما نفسكش بقى تدوق طبيخ الحاج ام يحيى؟ ودي يا يحيى، بس تعرف ام راشد تنطرني. ام راشد هند هتروح وتجيبها وتيجي تتغدى معنا. ايه يعني انتوا عاملين حسابنا؟ عايز اتصل في راشد يمكن يرد. حاضر، وهقول له يجي يتغدى معانا. وبالمره هنتكلم في الموضوع اللي تاجل اكثر من مره. اكذب يعني؟ ليش؟ ما متعود. حتى لو متعود ما ابي انا اكذب عشانك. بعدين انا قلت لهم انك في غرفتك. يا اخي رد على تليفوناتهم، قول ما اشتهي غداكم، لا تسوي روحك مشغول. سيفو اخي سيف، انا من رايي تطلع برا اصك الباب وراك. أبرك كم الساعه؟ على بالك انا فرحان وانا مشاهدك. ما في داعي يا اخوي تكلف على عمرك توصلني الباب، بطلع بروحي. بس حبيت اقول لك شيء، خلني اقول لك شيء. يا ريت اخوي تطلع من هني وتاخذ نصيبك، مو بعشان متمللين منك ولا دمك ثقيل لا سمح الله، وانما حلوه هاي انما عجبتني، عشان تاخذ راحتك وتريحنا. مو بالقصد، بس عشان تعرفين ايش قد بخيل ويابس، يحسبها صح حتى هو معصب. الموبايل كان اقرب له من كلينكس، انت حطي نفسك مكانه. لو معصبه تدورين على الشيء البعيد ولا اقرب شيء عندك؟ اقرب شيء عندي حتى لو كان التلفزيون. اها، هذه تفكير الناس العاقلين مو بالمكفخين. عاد انا خفت يلحقني، بس عادي ما عليه منه. الحين الشرطه ما يلعبون، انا اشتكيت عليه بشكونه وسيد السجن. كان زين عاد انا مداني. حتى هو ما يدانيك. تبين الصج احس كلهم ما يدانونك، حتى ابوك. اليوم اقول له ايش رايك نسكن عندكم البيت فاضي؟ قال لا خلكم هناك، واللي تبونه مني حاضر. احس انهم ما صدقوا على الله افتكوا منك يا البومه. انا اللي بكلمها، انا اللي بوقفها عند حدها. يا لا تناشبين معاها يا بنيتي، هذه بزر توها صغيرة. يا يما تطول لسانها على ريلها كيفها، شي يخصها ويخصها، لكن تطول لسانها عليك لا. وإذا سكتنا عنها ترى بتزيد. خليني يا يما أكلم سيف قبل، ما أبي السالفة تكبر. يا يما إحنا مو بناقصين مشاكل. يا يما إيه اللي بدت؟ والظاهر سيف من كثر ما يحبها مو قادر يكلمها أو يوقفها عند حدها. وجرب راشد بيتزوج وما يندرى، مرته تطلع مثل أسموه ولا حبايبي مثل مرت الغالي. عاد ابوي مو ملزم فيهم وبحريمهم، يا يحترمون نفسهم ويحترمون البيت اللي هم فيه، يا كل واحد ياخذ مرته ويطلع برا. يا يما هذول عيالي ابيهم حوالي، شلون يطلعون؟ يا ام راشد، ما فيش ام تتمنى ان ولادها يبعدوا عنها، لكن ساعات زي ما قالت هند لازم يبعدوا علشان حبنا ليهم ما يقلش. أنا قلت لها لا تطبخ على أساس إن أختي عزمتنا على الغداء. مو بالمفروض إنك تشاوريني قبل إذا ليني أروح ولا لا؟ إلا أعرف إنك تحب يرسة أبوي ويحيى، ما توقعت إنك ما تبي تروح. ما علي يا عايشة، ما علي، المرة الجاية أخذي رأيي قبل. خلاص بطرش الشغالة تجيب لنا غدا بيت أبوي. لا لا ما يحتاج، أنا بصلي الظهر وبروح أزور أختي وباكل أي شيء على الطريق، وأنت إذا حابة تروحين بيت أختك بوصلك وبارد. لا أنا شو وديني، بروحي متضايقة من أبوي، يبي يتدخل في حياتي بأي طريقة. ما فهمت. مو مهم، المهم إني رديت عليه وأقنعته. الحمد لله. تسلم يدك يا يحيى، هذه غدا وعشاء مرة واحدة. بالهنا والشفا أبو راشد. الله يسلمك. نعم الله عليكم، عسى نعمة دائم إن شاء الله وبيت عامر بسلامتكم. الله يبارك فيك. سارة هات لنا القهوة والحلو في المكتب. تفضل يا أبو راشد. تفضل. شغلي.
أقول أم يحيى إذا استمرينا على هالحال نقول وداع على الرجيم. رجيمي بس يا بنتي، هو أنت محتاجة. يا أدتي بتحتاج بس بعد كم من أسبوع. طيب يا فالح يلا ومساعدنا، ولا هتعمل لي فيها عيب وما يصحش. هو أنا أقدر. يلا يا أستاذ سامر، خلنا نثبت للست الحق إن إحنا ناس متعاونين وحضرين. عاد أنا اسمحوا لي، ما فيني شد أسوي شيء، قاعدة هالمستشفى تهد الحيل. ما فيش داعي تبيتي معاه، خلاص سارة خلصت امتحانات وتقدر تبات عنده. وأنا وين رحت؟ صدق جدتي سميتوه للحين؟ أكيد أبوي هو اللي سماها الاسم. نادية قالت لي أن تركي هو اللي اقترح الاسم. يحيى؟ يحيى عاد من زين الاسم ولا من زين راعي؟ بالعكس، يا ريته لو يطلع على سمية. عموما أنا ما جبتك عشان أتناقش معاك في هالموضوع السخيف. أنا تفاجأت أن أبوي نقل ملكية البيت اللي أنت فيه وكم أرض باسم عووش. على أي أساس؟ ما أدري، ما شاورنا ولا قال حق أحد. أنا ما فاهم شو السالفة. البيت اللي أنا فيه راشد بيتي، والأراضي والسيارة اللي أستعملها والسيارات اللي في الورة كلها لي. وأنت عارف الظروف يا راشد، عارف ليش أنا نقلتها باسمها. الليل الله يفرجها. وش اللي يثبت؟ وشلون يتصرف من غير علمي؟ مسألة الإثبات اسأل عنها عمي، بس بدون علمك هذه محتاجة تفسير. أنا صاحب الحلال وموافقتي هي الأهم. أنا لا يمكن أغفر له التصرف، يوزع الحلال على بناته وأزواجهم وإحنا نطلع من الباب الشرقي. المحامي حضر كل الأوراق، بس أنا ما حبيتش أطلع عليها إلا لما تكون أنت موجود. وإن شاء الله بتكون راضي يا يحيى، ونصيب تركي الله يرده وتشوفه قبل لا تغمض عيني. نصيبه هبقيك شغله في السوق. يا ابو راشد انت بتتكلم كانك حتسيب كل حاجه وتقعد في البيت. اللي زينا قعدت البيت تقتله. باذن الله انت اللي هتشغل نصيب تركي وام راشد وحتى سيف، وانا تحت امرك في اي وقت. عيل ما سوينا شيء يا يحيى، راشد بس اللي بينفصل. من حقه يدير اعماله بنفسه، وبعدين هو اللي طلب كده. وحتى راشد لو طلب مني اي حاجة انا مش هتأخر. انا ما عارفك يا يحيى، ادري بك. على فكرة انا عملت اتصالات مع كذا شركة، واول ما هيكون عندي رأس المال هبتدي شغل على طول. مخبيش عليك انا طلعت سجل تجاري باسم هند، بس مستني الخرد على قولتكم. وشو على قولتنا؟ انت اتحدت قطري احسن مني، ما تستعبطش بقى. ايش فيها طيب؟ طمني. ما فهمت ولا شيء، كلمتني ويا الصيف. كل اللي فهمته انه صار لهم حادثه على الطريق الشمال. طيب هدي نفسك، اكيد هي بخير ما دام انها كلمتك. هقول لك في المستشفى والصيف. هاي عليك يا بنتي. كلنا بنبوها حسبي الله على ابوها. هذه حوبتي، بدل ما يصير في شيء صار في بنتي. ان شاء الله ما عليها شر. عايشه لبسي لعالتك عاد. يلا يلا بسرعه يلا. خليها تسوق وهي ما عندها ليزن. هي حتى بيالة شاي ما تعرف تسوي. من قالك التحكين؟ خليك في نفسك احسن لك. وي الحمد لله والشكر. مسوية نفسك مهتمة وانتي ولا تدرين لا عن بنت ولا عن ولد. بس سكتوا، بس ماني ناقصة سكتوا. سكت رسك وانطفح السج. ورايلك صار فيه؟ Thank you.
حول ولا قوة إلا بالله. مات؟ وهذيلا شو يسوون هني؟ هذيلا اسمعوا بالخبر وآلمهم مثل ما آلمنا. اترك عنك الحكي اللي ما له معنى. ما عندهم سالفة يرتزون هني. حتى أنا ما عندي سالفة. المهم بنتنا بخير. والله يعينها على اللي جاي. إيش تقصد؟ تعال. أم حق ما ناسبت. أنا أخوي في السجن ما أجلت. تبيني أجل عشان رأي البنت أختي مات اللي ما عرفه ولا شرف بمعرفته. أنا ما حد يعرفني ومالي معارف ولا أنا تاجر. لكن أنت يا زعم معروف وعاد نفسك تاجر وتبي تنشر خبر زواجك في الجرايد اللي في نفس الوقت راح تنشر نعيره لبنت أختك. ما حد يعرف علاقتي به. وبعدين أنا مو منزل خبر زواجي الذكي في الجرايد. ولا تسوي نفسك بالعريف وتنصح. أنا قلت لو حد سأل عني في البيت ومعنا في هالبيت ما حد يسأل عن حد قل لهم إنه ملك وراح دبي شهر العسل. وليش ما تقول لهم أنت؟ شخصني أنا. بعدين أخي راشد حد يروح شهر عسل دبي؟ ليش ما تروح البحرين أقرب؟ ولا أقول لك روح الحسب سيارة أوفر وأحسن. لو ممكن ليلة تنطق كان قلت حنيت حق الإطراقات. لكن المدام كفية وموفية وقايمة بالواجب يا أخ الرجال المحترمين. ريال مرت الطقة. أنا أقول لو تقعدين كم من يوم هني ترتاحين أحسن. شو وديك هناك؟ من قالك إني برد هناك؟ أنا برد بيتي وبعيش في بيتي. هاك يا أخوي، أنت ما قصرت معي. لكن أنا مو محتاجة. يا نادية الحيل عندك ياهل واحتياجاتها بتكون مستمرة. عمي ومرت عمي ما يقصرون معي.
وبعدين كلها كم من يوم وينزل راتب تركي؟ تركي ما قال لك انه كافي الواحد معاه في الشغل؟ لا ما قال لي، وحتى لو كافي الواحد ليش ياخذون الراتب؟ لان الاخ اللي كافله بعد عليه قضيه وفنشوه من شغله، والبنك يسترد حقه من الكافل. يلي ما حد فيهم قال تعالي قعد عندي، كل اللي قالوا بيتي يدك مفتوح لك، وانا عقب ما حسيت اني انسان لا يمكن ارضى اني اعيش تحت رحمه حد. يا بنيتي احنا كلنا نحبك وبنشيلك في عيوننا. يعني شنو يا ندى تحت رحمه حد؟ لما واحد من خوالك ينصحك او يمنعك من شيء معناتها انه يذلك او يسيطر عليك. اي خوال تحكي عنه اللي ما حد فيهم جزارني او اتصل تحمد لي بالسلامه. انا ادري انكم تحبوني، انتي ويدتي ويدي، بس حبكم هذا ما يحميني ولا قدر يحميني من قبل. انا تزوجت ريال كبروا، لكن الحمد لله الحمد لله ان طلع حنون وعوضنا عن حنان امي وابوي واخواني. ويوم حسيت ان الحظ تعدل راح، جن حاس كتب لي البيت باسمي وراح. وانا ايش ذنبي يبا؟ ابوها ما يدالي شيء من صوبنا، هو ودي لو تقعد بروحها بس نحاس لنا. ايش بيقولون الناس عنا؟ حملوا بنتهم؟ عيزوا عنها يعني؟ شالوا يدهم منها؟ لا تكبر السالفه يبا، هي عندها خدامتها ودريولها ومحتاجه حق احد. يعني اللي عنده خدم وحشم ما يخالف؟ ما في مشكله؟ يبا لا تحلطم، اذا تقدر تسوي شيء سوى. يا بنتي الله يهداك، قعدي مع بنتك اقنعيها قولي لها ان بيت يدك بيتك، وانا ما مقصر عنها طول ما هالراس شم الهوى. قلت لها بس ما سمعت مني. انا لله وانا اليه راجعون. زين امرنا الله، هات يبا وقعي. اوقع على شنو يبا؟ انا قلت لك ما بوقع على شيء. بصراحه انا مستغربه منك، انا بنتك ولا فهد ولدك؟ تدور مصالح الغرب وتهمل مصالحنا؟ شكرا يا حق. الحقيقة أنا مش مطمن. راشد يسافر من غير ما يقول لحد ومن غير حتى ما يتصل. يا ابني ما تقلقش، وأبوه مش هيظلمها. طيب هو عارف ان ابو راشد هيدي لكل واحد نصيبه وما فتحش معايا السيره دي وسافر كانه مش مهتم، ودي مش طبيعه راشد. يا ابني الانسان بيتغير، وانت نفسك قلت انه بقى كويس وعنده استعداد يبقى كويس وتلاقيه يطمن ان ابوه مش هيظلمه في الحزب. عارفة يا حاجة، رغم ان انا عارف ابو راشد كويس لكن انا مش مرتاح للتأجيل، كل شوية الموضوع يتأجل. خلاص يا ابني روح له دلوقت وخده على الشركة وهو المحامي هناك وخلص كل حاجة معاه، ومين عارف يمكن ربنا عايز راشد ينشغل بالجواز علشان ابوه ما يجملوش على حسابه. يبوني اداوم الاحد الجاي، بس بيني وبينك ولا ليش بيني وبينك؟
ما خليت حد ما قلت له. تعرفيني فضيحة. هالشغلة مو بعجبتني. معاشها مو بذاك الزود. حدها بدها 4000. وال4000 ما تسوي شيء في العصر الحديث. هاي انت لا تتفلسف، احمد ربك. ابوي يقول ناس وايد مو لاقين شغل صار لهم سنين. وانا ايش علي من ابوك؟ لا يكون ابوك راكان بن حثلين لان قال صدق. ما اسمح لك تتكلم عن ابوي بهذه الطريقة. واذا الشغلة مو عاجبتك خلي ابوك يفتح لك شركة ويرزقك مدير. والله لو قلت له ما بيقول لا. اصلا هو ناوي يعطيني نصيبي هالايام. اول ما تاخذ فلوسك نروح ديزني لاند، اوكي؟ لا مو اوكي. الطريق بعيد وعبد الوهاب ما يستحمل الطريق. عبد الوهاب؟ منو عبد الوهاب؟ اللي في بطنك بعد منو؟ لو تموت ما سميه لا على اسم ابوك ولا على اسم يدك. عبد الوهاب امه اسمها اسماء والولد عبد الوهاب يع. مو على كيفك. انا الريال مو بنتي. ما بكفايه خليتي رشود يتطنز علي وعلم اني وصلت وتعداك. انا ساكت عنك عشان ولدي. بس عقب بتشوفين الوجه الاخر مال اخر الرجال المحترمين. منو اخر الرجال المحترمين؟ خلاص لما يرد ابوك اكلمه. بس يما فهمي ابوي انه ما في بيني وبينه شيء، وانا اشوفه لما ازور صديقتي. صدقيني. مصدقتش من غير ما تقولين. وما دام بيتقدم لك معناته انه يحترمك ويحترم نفسه. بصراحه يما في صفات كثيره من ابوي، طيب وحنون وكريم، حتى خواته وامه يموتون فيه. وغير كذي غني. ولا تقولي لي يا ساره ان الثروه مو مهمه. بس لو ما كان يملك كل هالثروة وعنده كل هالأخلاق الجميلة هم بكون سعيدة لاختياره لي. انت بعد ما عليك قاصر وظن هم يعرفون ابوك ومقتنعين فيه. طبعا لا تفتكرين اني انا بتحمس لشخص ما، حتى لو كان اخر واحد في الدنيا اذا قلل من قيمة ابوي او فكر نفسه احسن منه. هذا انا حصرت كل الاملاك، واذا بتراجع يا ابو سعد راجع، ويعلم الله اني ما ظلمت احد. ارجع بعدك يا ابو رشد، اعوذ بالله. انا بترك هالشركه والشركه الثانيه بالعقود والفلوس اللي لنا في السوق مع السيارات حق راشد، وهذه تكون بقيمه 2,300,000، واللي لنا في البنك مع الاراضي والبيت بنوزع، وانا باخذ جزء لي، وام العيال بنكتب البيت باسمها، وكل واحد فيكم بياخذ كثر اللي بياخذه راشد. ممتاز يا ابو راشد. يعني ما بتقول في عقلك اني انا قصرت في حقك؟ لا يمكن حقولها يا ابو راشد. وانا مو بناسي وقفتك معايا يا يحيى. هالحلال ما قام الا براس مالك وجهدك وخبرتك وسمعتك عند التجار. ارجوك يا ابو راشد ما تمدحنيش وتقلل من قدرك. باذن الله نصيبي ونصيب هند هحط جزء منه في البنك والباقي هشغله في السوق. عائلتي بالشيكات كلها وفلوس تركي وسيف اشتربهم اسهم اضمن لهم. حاضر يا ابو راشد، اللي تؤمر بيه هنفذه. شازين طلعتي اشطر من امك. من اول ريح فيلا واثاث فخم وخدم وحشم من قدك. اقول ندى كم بيطلع لك من الورد؟ ولا شيء. شنو؟ ليش وش السبب؟ لان ما عندي عيال، واللي بيطلع لي بياخذونه بدل هالاثاث الفخم والسياره لانهم مسجلين باسم المرحوم. من وين جبتي هالحكي؟ من عياله. وابوي قال لي لا تحطين راسك براسه، ترى حتى الفيلا ممكن ياخذونها لو عانت. ابوك جبان ما يبي يخسر عيال عمه وعشيرته. مالت عليه. حبيبتي المحاكم الحين ما ترد احد. يما انا اخذت حقي وزياده.
زين قولي لي كم بيمشون لك معاش؟ وصلنا لحد فين يا هند؟ وصلنا لدراسة سعد لمدة 4 سنوات. وسامر بعد الثانوية عاوز سيارة صغيرة؟ ما في مشكلة إذا كانت كبيرة. لا يا شيخ، خدي عندك يا ستي. إنزين يبقى أنا بعد أبي سيارة. أنا بقى نفسي أعمل عمرة في رمضان. أنت تأمري يا حاجة، بإذن الله لما ربنا يكرمنا نطلع كلنا عمرة. يحيى، أنت متأكد إن راس مال الشركة بالمبلغ اللي حددته؟ جرالك يا هند، وأنا لسه مبتدئ في السوق ولا إيه؟ لا العفو، بس حبيت أتأكد. يبا أنا ودي أكون معاك وأتعلم منك. أنت عارف إن دي حاجة تسعدني، وكويس إنك أنت هتدرس هنا وسط أهلك. وأنا ليه الحين ما قررت؟ أنت أساساً ما تقدر تبتعد عني. هما لا تقولين كذي قدامهم. هي دي حاجة تكسف يا واد، دي حاجة تشرح القلب. شو اسمه يبا؟ الناس يقبضون فلوس وانت بتقبضني أوراق؟ يا ولدي هالأوراق قيمتها فيها، الصناعات عقب كم من يوم بتنزل أسهم، قيمة السهم 16 ريال، يعني بعد 5 شهور السهم بصير 70 أو 100 ريال. شوف إذا عندك 1000 سهم كم بيطلع ربحهم؟ عمي احنا نبي فلوسنا كاش، حالنا حال غيرنا. انتوا يا يما بعدكم صغار بتصرفون هالبيستين وبتقعدون كذي؟ ما حد كلمك انتي. يا هالكلام حق ام راشد؟ شكوى لله يا ابو راشد، هذه مو باول مره. زين يبا ايش قلت الحين؟ الحين تترضى مرضي تكلم امك كذي؟ لا طبعا. اسوم روحي غرفتك، يلا قومي قومي. حسابك بعدين. انت العزيز ايش رايكم فيني؟ اقول يبا ايش تقول عقب اللي قلته؟ اللي انا ودي اسالك سؤال، انت مرتاح معاها؟ ندوي ما عندها سالفه، تبي ترد المدرسه وتفتح بيت وهي ما حيلتها شيء، والراتب اللي بتاخده كأرملة يدوب حق الدريول والبنزين. عاد أنا اقترحت عليها تأجر بيتها، ومدام مو حابة تقعد في بيت يدها قلت 5000 ولا 4000 اللي بتاخدها من تأجير البيت تدفع جزء منها هني والباقي تصرف على روحها. تدفع هني وين؟ تعدل الملحق الخارجي وتسكن فيه، وعلشان ما تحس إن احنا متفضلين عليها تدفع إيجار شهري. بتقعد هني حياها، لكن تدفع ريال واحد لا، وعيب عليك يا عايشة، عيب علش تاخذين من بنتك ثمن اقامتها. ايش فيك انت؟ مو علشاني، علشانها. بنتي عنيده واعرفها، يا زعم كرامتها ما تسمح لها، ولا انا مو محتاجه ال 1500 اللي بتدفعها. ومحدده المبلغ بعد؟ يا الله عليك يا فهد، تترك الموضوع الاساسي وتركز على اشياء تقلل من قيمتي في عينك. قيمتك محفوظه من زمان يا عايشه، بس ودي تعرفين قيمه اللي نشيله لك في قلوبنا اكثر من قيمه اللي نشيله لك في جيوبنا.